أن العبد المؤمن ينبغي به أن يجعل كل جزئية من جزئيات حياته عبودية لله وتوحيدا له سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي يؤكد عليها في هذا الباب أن العبد ينبغي به عند مشاهدة أنواع النعم أن يجعل عبودية الله مقدمة في هذه النعم، بحيث يستشعر أن هذه النعم من عند الله فيوحد الله في ربوبيته، ثم يستشعر أنها تحتاج إلى شكر فيعبد الله بنسبتها إلى الله، ويعبد الله بصرفها في مراض الله، ومن ثم يكون شاكرا لنعم الله موحدا فيها. ومن شكر الله على نعمه بالتوحيد كان ذلك مؤذنا بالمزيد، وبتنزل رضا رب العزة والجلال عليه، كما قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، وكما قال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يستشعرها في هذا الباب أنه يستعين بنعم الله على مراضيه، ولذا قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.